السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية. في هذا الفيديو سنتحدث عن طريقتين لإدراج اليوم تلقائيا عند كتابة التاريخ. مثلا في هذا المكان لو قمنا بكتابة التاريخ تلاحظ ظهور اليوم بشكل تلقائي. لو كتبنا مثلا أي تاريخ آخر، مثلا 5/4/2020، 8/7/2020، ضغطنا على انتر تلاحظ ظهور اليوم الخاص بهذا التاريخ. نبدأ على بركة الله. في البداية نقوم باستدعاء الدالة text، نقوم بكتابة يساوي ثم text TEX ثم نضغط على tab ثم نقوم بالضغط على FX إدراج دالة تنبثق لنا هذه النافذة. تكون الدالة text من جزئين، الجزء الأول هو القيمة الفاليو، القيمة نقوم بوضع المؤشر في هذا المستطيل ثم اضغط على التاريخ، ثم الفورمات تكست شكل المخرج، نقوم بفتح قوس صغير شيفت وطا، ثم نقوم بكتابة دي دي دي، ثم نقوم بإغلاق القوس شيفت وطا ثم نضغط على موافق، ثم نقوم بسحب المعادلة للأسفل لتطبيقها على كافة الخلايا. تلاحظ أنه تم إظهار الأيام، ولكن تلاحظ في الأسفل أن الخانات الفارغة يتم كتابة السبت في اليوم. لحل هذه المشكلة نقوم بالذهاب مرة أخرى إلى أول خلية، ثم نقوم بالضغط بالزر الأيسر للماوس مرتين، ثم نقوم بتظليل المعادلة، ثم نقوم بقصها، ثم نقوم باستدعاء الدالة F، نقوم بكتابة يساوي ثم F، ثم نضغط على تاب، ثم نقوم بالذهاب إلى FX إدراج دالة، ثم نقوم بعمل الشرط التالي. في الجزء الأول نقوم بوضع خلية التاريخ B2 ونقوم بكتابة يساوي ثم قوسين صغيرين شفت ووطا، بمعنى أنه في حال كانت هذه الخلية B2 فارغة قم بوضع فراغ وهو قوسين صغيرين، وفي حال كانت غير ذلك يعني ممتلئة نقوم بلصق المعادلة التي قمنا بقصها قبل قليل مع التأكد من إزالة اليساوي، ثم نضغط على موافق، ثم نقوم بسحب المعادلة الأسفل لتطبيقها على كافة الخلايا. تلاحظ أنه في حال كانت خلية التاريخ فارغة أن خلية اليوم أيضا فارغة. لأنه كتبنا مثلا في هذا المكان 1/1/2019 مثلا يتم إظهار التاريخ. الطريقة الثانية نقوم بعمل ذلك من خلال تنسيق الخلية، نقوم بتظليل العمود بهذا الشكل ثم نضغط بالزر الأيمن للماوس ونختار تنسيق خلايا، ثم نذهب إلى مخصص وفي خلية النوع نقوم بوضع دي 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 3 مرات 3 دي، ثم نضغط على موافق، ثم نأتي إلى خلية اليوم ثم نقوم بكتابة يساوي ثم نضع المؤشر على خلية التاريخ ثم نضغط على انتر، ثم نقوم بسحب المعادلة للأسفل لتطبيقها على كافة الخلايا. تلاحظ ظهور اليوم الخاص بالتاريخ، ولكن تلاحظ نفس المشكلة. نقوم بعمل نفس الحل، نقوم باستدعاء الدالة F، نقوم بكتابة يساوي ثم F ثم تاب ثم نضغط على FX إدراج دالة. في حال كانت B2 فارغة يساوي ثم قوسين صغيرين شيفت وطا نقوم بوضع فراغ، وفي حال كانت غير فارغة ضع لي B2 ثم نضغط على موافق، ثم نقوم بسحب المعادلة الأسفل لتطبيقها على كافة الخلايا. أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.